كل ذره من حليب الخلفات او حليب النياق فيها فائده لجسمنا. غايتي اليوم اعرف اكثر عن اقدم مشروب صحي عرفه اجدادنا. اللي ما جرب حليب الابل من قبل الحين نتعرف عليه مع بعض، وان شاء الله بيكون حافز لكم انكم تجربوه لاول مره. الخلفات وهي الناقة الوالدة حديثا. حليب الخلفات يتميز بوجود بروتينات هامة يحتاجها الجسم وعناصر غذائية مثل النحاس ومثل الحديد مثل الكوبالت مثل المغنيسيوم المنجنيز، هذه كلها عناصر معدنية هامة يحتاجها الجسم. ولعل أكثر ما يميز حليب الخلفات هو قلة نسبة الدهون فيه. حليب الخلفات يختلف عن باقي منتجات الألبان من الحيوانات الأخرى، ممكن يكون فيه أنزيمات أكثر وعناصر أكثر. يتميز حليب الإبل بطعمه الجيد بشكل عام، وخصوصاً إذا كان غذائها جيد، ويكون أفضل ورائع جداً لما يكون رعيها من الأعشاب الربيعية في فترة الربيع. مع تجربة عجينة ولب الأركان البديل عن الأعلاف التجارية، تحسن إنتاج حليب الخلفات بنسبة 57%. مع فوائده العظيمة لجسم الإنسان، شرب حليب الإبل غير المبستر ممكن يسبب التسمم الغذائي القوي. احنا ننصح قبل شرب حليب الخلفات انه نحرص على المعامله الحراريه اما بالبستره او الغلي حتى نتغلب على البكتيريا الضاره، وننبه انه ما راح يعني المكونات العناصر الغذائيه المفيده ما راح تتاثر بالغلي. حليب الابل بالامكان ينتج منه منتجين، حليب الابل او الصميل، هذا قريب لللبن لكن منتج من حليب الابل. نحرص احنا على غذاء الإبل انه يكون غذاء جيد ونظيف ومناسب لها، والإبل تكون صحتها جيدة بشكل عام، ونحرص على صحة البيئة وصحة البيئة من حولها، مما يجعل انه عندنا حليب الإبل جيد ولله الحمد. إنتاج حليب الإبل يبدأ من الحلب في البداية، حلب الناقة، وبعد كذا جمع الحليب في إناء، وبعد كذا نوديه عندنا معمل بسيط يتم تصفية الحليب من الشوائب إذا وجدت، نتأكد أنه ما في شوائب ولا في حاجة. بعد كذا يتم غلي أو تسخين الحليب لعملية البسترة، نغلي الحليب إلى درجة 84 درجة مئوية. بعد كذا نرفع نبرد الحليب إلى درجة 4 مئوية، نعلبه بالعلب، نودي ثلاجة الحفظ، وبعد كذا ينزل للسوق. الإبل الساحلية من أكثر الإبل اللي تدر الحليب، ويتراوح إنتاجها بين 3 إلى 25 لتر يوميا، وبين 3 إلى 15 لتر في اليوم تحت ظروف الصحراء.